مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وطيبين. اليوم الفيديو غير، اليوم فيديو حماس، اليوم فيديو مقلب، اليوم فيديو اول شخص بظهر على قناتي لحاله بدون بنات خالتي. قبل ما احكي لكم هاي الشخص اللي حظهرها اليوم ظهرت على فيديو حكمت المحكمة مع بنات خالتي، ظهرت معهم. واتمنى اليوم انا مش ظاهرة غير ايدي عشان المقلب. هون هيك وضعي تختي، ما حقدر يعني انا هلا ضبطت غرفتي. هون تخت اختي، هون الفرش بنقعد عليها، هون مكتب اللي كان صغير علي بحط فيه اغراضي، وهون الطاولة بقعد عليها، وهون التواليت تبعي المراية اللي هو هون عطوري، هون يعني هون هيك غرفتي. ما في داعي اعملكم جولة بغرفتي انه غرفتي كتير صغيرة، وهيك يعني ممكن اعمل لقدام. اوكي، قبل ما نبلش الفيديوهات تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وطبعا حطوا كتير لايكات كتير كتير عشان اضل اعمل مقالب وتسموني ملكة المقالب. اوكي يا جماعة، طبعا ما معنا وقت، بدنا نحكي لكم ايش هو المقلب. هي اختي الشخص، اوه على مقلب الاستفزاز. حاعدها هون، قاعدها هون، وحكي لها بنصور فيديو عساس اني انا موقفة، حنصور فيديو تحديات. عرفتوا. وحاعدها هون حنصير نعمل تحديات عساس انه انا كيفكم، يعني عساس انه مقدمة جديدة وكل شيء جديد، انه بدأنا الفيديو جديد. فانتوا عارفين انه مقلب، يعني جد يعني انا حملكم هاي الحركة انه مقلب، عارفين. خلص هون حتكون قاعدة، فيلا نبلش. حكي لها انه هنعمل تحدي، وحبلش استفزها بالتحديات واعملها كتير اشياء. هسا حروح عنديها وارجع لكم. طبعا يا جماعة عنديتها وقلت لها تعالي، طبعا احنا حنعمل تحدي جد، بس بهذا التحدي حستفزها. يعني اليوم هيك يعني اسألها اسئلة بس حستفزها، والله حستفزها، يعني قبل ما يصير القهر. يا جماعة طبعا هسا رايحة على الحمام، بدي تروح الحمام ترجع. اسفة على المنظر، حاطين على بيت اخوي هون لحتى يعني بدنا نغير لها مكان. فطلعوا هنا رسمات ماما لرمضان اللي لازم نزلقتهم هون. هون هيك يعني صورتي خبصت عليها بالقلم، عيني طلعوا كيف صارت. ايوه هون انا ملزقتهم، هون اختي ملزقتهم، لانه كانت اختي هون، كانت اختها هون، وانا كانت اختي يعني بدلنا. هنا كل طاولة جنب تختي، لحتى أنا بحط مرات تليفوني اللي هو بصور فيه. حابين تشوفوا تليفوني هسا بفرجيكم اياه. حابين شكلي بس هيك حابين وجهي من هون. حلو ولا لا؟ تكنو 9 من تكنو 9 تكنو 9 تكنو 9 يعني حتى اللون شوف. اوكي هلا حنستناها يا جماعة، الله كتير وقت طويل انه حستناها وهيك. يا الله طلع هون هيك الاجواء عنا برا، هناك في غابات، وهون هيك عند البيوت، يعني اشياء واو. طبعا يا جماعة هون هيك انا بنام، طلع اجوائي لما انا هيك، اجوائي لما انا رعب حقيقي يا جماعة عن جد، يعني احمر مع عتمة بخوف، يعني هيك ضوي احسن. طبعا صف السقف زي كأنه حجار. هون ستارتي هلو كيتي، ياي. طبعا ايه هنا محطوط اغراضي، طبعا لما تيجي المدرسة برتبهم كلهم. طبعا يعني هون هيك اقلام هيك اشياء. يلا حنستناها، اجت. اوكي يا جماعة هلا بتيجي، اول ما تفتح الباب حوقف الفيديو. او هلا طلعوا والله هاي، والله المقلب مو تمثيل، والله جد عن جد. وانا حاطه شاحني، وانا حاطه منكراتي، وهون شنطتي، وهون بندانتي، وهون سماعتي، وهون سكوشي تبعي. وانا بقعد بلف الطاوله وبعمل اشياء، وهون صورت الرسم هيك يعني بطول الادوات من هون. في عندي اشياء بس مش مرتبه زي ما قلت لكم، عشان يعني عطله، يعني قربت المدارس، انا مدرسه خاصه، انا احنا الثلاث
يعني أختي هلا طالعة على روضة، أنا طالعة خامس، تعرفوا صح؟ اوكي يلا يلا يا جماعة، أنا بستناها طبعا، بستناها لساتني بستناها، ولسه ما إجت، لسه ما إجت. حوقف عشان ما أطول عليكم، يكون الفيديو كتير ممل. حوقف عشان هنعمل كتير حركات نار، يعني هعملها كتير هستفز إن شاء الله إذا قدرنا نكمل عاد. فا let's go. طبعا إجت أختي ورا اثنين. هاي جايز كيفكم؟ اليوم الفيديو حيكون عن مع أختي، حتحداها أسئلة، يعني حتحداها هيك أسئلة، يعني هيك عرفتوا، أسئلة عامة ما بعرف، وإذا خسرت تأكل عقاب. تمام؟ مالك ريلا، استني توقف الفيديو. مالك؟ لا لا بس مالك، ضبطي حالك، ليش هيك ماسكة رجلك؟ مزبطة مزبطة، بس ليش هيك ماسكة رجلك؟ مدي رجلك عادي، عيب تكوني هيك نورية. طب يلا يلا نبلش، ارجعي لورا شوي. يلا واحد اثنين ثلاث. ايه طبعا هسا انا وقفت شوي الفيديو، كنت اروح اشرب مي، شربت مي. ايه هسا طبعا حنبلش الاسئله. مالك اضحكي، ابتسمي للكاميرا للجهاز. مالك مكشره قصدي. طب يلا يلا. ايه طبعا هلا بدنا نكون حماسيين بالاسئله، ويلا نبلش. اضحكي على الكاميرا للجهاز. طيب اضحكي، يعني مش كتير كتير كتير، يعني عادي ما تكوني معصبه، عشان ما فكرك معصبه بالضبط هيك شعرك. ايوه يلا. طبعا يا جماعه اول اسئله هنبلش فيه، طبعا اسئله يعني هيك عامه. اول سؤال هفكر الاسئله. مش كل شيء لازم تحكي، خلص مش لازم تفكري، خلص اسكتي. طيب لا قصدي انه ما ضلك تحكي، مش كتير تحكي. طيب يلا اوكي يا جماعة، هسا حنلعب لعبة الدوران، ندور شوي انا وياها، وبدي ادور معها بعدين اسألها سؤال. تعالي يلا تحمسي مالك، لازم يكون في شوية حماس. طب يلا يلا هاتي ايدك. لا 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 مقلب. ايش مقلب؟ ايش اي مقلب يا هبي؟ كيف مقلب واحنا نصور صور تحديات؟ لو مقلب كان مش هيك، كان ثبت الكاميرا. فكري فكري منيح. يلا اوكي يا جماعة، امسكي ايدها من هون. متحمسة؟ اوكي امسكي ايدي التانية، حطيها فوق ايدي اللي حاطيتها على الكاميرا. لا هون هيك. هون؟ ليش كثير منزقة راسك؟ ارجع شوي لورا. ايوه استني استني استني. امسكي الطارة. ما ضحكتك هيك؟ لا صار امسكي. اوكي. تفاح. ايوه برافو عليكي بطله، اضربي احمالك اللي حسيتك زي النمله، قصدي اضربي حامي. ايوه كفو. اوكي السؤال الثاني، شو الحيوان اللي باكل جزر؟ عن جد هي كتير سهله، اذا اذا ما جاوبت تكوني غبيه. اوه شاطره اقوى ولك. مالك ما بتسيبي لي؟ لا استني دوقف شوي. مالك لازم تكوني حماسيه. طب ما انتي هيك هيك خفيف كتير. ليه؟ طب يلا يلا واحد اثنين ثلاثة. اوكي كم. شو الفاكهة اللي لونها اخضر من برا ومن جوا احمر؟ هاي كتير سهلة، بسرعة لازم تجاوبيها. صح برافو. شو بدك تضربي كف؟ انا قلت لك اضرب كف. اوكي شو مالك زعلانة؟ شو مالك؟ ايه؟ علي صوتك. لا ما عصبت، بس حد ما عشان نرجع نصور.
ثنائيات يلا واحد اثنين. اوكي يا جماعة طبعا اللي لازم صوري معي بس فيديوهين، يعني فيديو واحد بس هو جزء اول جزء تاني هو مع بنات خالتي، وكمان الفيديو الصغير اللي اسمه تبع الصداقة هنرجع نصور منه ان شاء الله. ايه ان شاء الله يعني مش كتير حنقطع شوي يعني هيك التصوير احسن. ايه ضبطي شعرك؟ لا لا مو هيك هيك هيك، ما تحطي وردانك مش حلو هيك. اه الثانية دي اكتر مالك دي لاس مالك، حسيتك مش متحمسة للفيديو ولا ايش؟ طب ما حبيت الفيديو يعني؟ طب خلص خلص يلا. اوكي السؤال اللي بعده، خضرة هاي مش فاكهة. يا ليش بتمسحي بالبوستك؟ اي دموع موقفة متى؟ طب مالك حسيتك مش عبالك تتصوري. طب يلا يلا طبعا لسه حنعمل اكتر من اسئلة طبعا. ايه انا بحكي هو من دون ما اوقف اصور الفيديو طلع موقف الفيديو. اوكي ايه طبعا يا جماعة حنعمل اكتر من اسئلة، حنعمل كتير اشياء ضحك. ابتسمي ابتسمي مالك تحكي مالك ما بصير تكوني زي الهبل. طب خلاص خلاص تعالي 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 والله بمزح 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 خلاص 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 بس انه فش ليش شفتك هيك يا مالك؟ فكرتك خلاص فكرتك خلاص اسف اسف. اوكي السؤال اللي بعده هو خضرة. اوكي بس انا فكرتك ما بتضحكي لانه هيك كانت مك شوي بس طلعتي بتضحكي. اوكي شاطر ارفعي راسك شوي، شعرك بده تمشيط؟ لا بمزح بمزح بمزح. اوكي ايه استني اوقف الفيديو. في اشي؟ ما في. اه طيب اوكي يا جماعة هلا السؤال اللي بعده، خضرة من الخضروات طويلة ولونها اخضر شو هي؟ خيارة. اسمها خيار مش استني اسمها خيار. شو خيارة؟ اه بحب يعني اسمها خيار صح؟ خيارة خيار. شو خيارة؟ شو خيارة؟ خيارة لا صعب عليك بحكوا عنك ما بتعرف تحكي. خيارة طب ما اسمها خيار. طب خلص خلاص يلا نوقف. تعالي تعالي لسه ما خلصنا اسئلة بدنا نلعب كتير العاب تروح عليك الالعاب ماشي تكوني دلوعة بحكوا عنك دلوعة. يلا نبلش الفيديو. اوكي هلا طبعا للاست كانت شوي زعلانة بس انا ما زعلت تيكا تيكا اوكي. اقوى ايوه مالك حسيتك شو اسمه ايش كنت تحكي؟ زعلانه؟ اه زعلانه كثير بدك تعيطي جد؟ في عليك دموع؟ لا الا مغرقة من الدموع. انا موقفة الحمد لله. لا انا قصدي انه بتعيطي؟ لا طب احكي منيح طب احكي منيح معي كل شوي تواري الفيديو بتحكي معي. خلاص خلاص يلا يلا بدنا نعيده بدنا نعيده من اول وجديد. لا لا بدنا نعيده من اول وجديد. طب خلاص 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 اوكي يا جماعة السؤال اللي بعده، خمسة ضرب خمسة ضرب خمسة زائد تلات. لا صعب. شو صعب؟ سهل سهل. خمسة ضرب خمسة ضرب خمسة ضرب خمسة زائد تلات. يعني مبين انه بغششك شو ايه؟ هيك تعملي لي مش هيك. لا مش ها يا اسمعلك قصدي شو مش صعب هو قصدي. طب خلاص خلاص يلا 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 هلا اللعبة الثانية خلصنا اللعبة خلصنا اللعبة خلصنا اللعبة لعبة ثانية يلا لعبة ثانية. هلا
حنلعب حجر ورقم قص، تمام؟ طيب. اوكي، واللي بيفوز فيها اللي بيخسر فيها له عقاب. حجر ورقم قص، يلا تعالي اعمل لك العقاب. تعالي. العقاب انه لازم تاكلي 5 معالق كاتشب. لا ليش لازم؟ هلا بجيبهم. طب خلاص خلاص خلاص، بمزح 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 بمزح. العقاب هو تاكلي بصلة. لا أنا 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 صدمة كبيرة. لا هيك بصلة تبلعيها كلها. لا خلاص خلاص. أجيب لك مسح من الزبالة وتاكلي. مالك كل شيء لازم، ده ما هو عقاب. خلص آخر إشي مايونيز. لا جسم هو عقاب، لازم ترضي. أنا بدي أجيب لك. أوكي خلص خلص خلص، يلا تحدي اللي بعده. أوكي طبعا حابة أحكي لك شغلة، إنه هذا الفيديو كان مقلب. لا لا تروح لا تروح، بدنا نخلص الفيديو. شو مقلب؟ ما بعرف وين مقالب. تعال حبيبتي عودتك، تعال تعال. ليش تعبطيني؟ يا مقالب. خلص ما حعمل لك اكثر، اخر مقلب. خلص طيب؟ والله بدي اعمل بكره مقلب فيك. ما انت هيك حكيتي لي. عادي. ما عندي قناه ما انت. عادي بدون ما اصور. لا تنسوا لايك وايش؟ مو هذا اصلا مش فيديو، هذا مقلب. حتحضري على تليفونك تشوفي كيف عيطتي واستفزتك. انت حتحضريه؟ انت انت نانك بنات صوفيا مقلب 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 مقلب. خلاص بس هيك الفيديو، لا تعملوا لايك شير سبسكرايب. باي يا جماعه، المقلب خلص. مش راضية يا جماعة. هيها اجت. شو قلتي هلا؟ مقالب عليكي. المقالب علي؟ فكرت كلمة وسخة. اوكي تعالي. تعالي تعالي. شو؟ فكرتك بتسبي علي. طيب زعلانة لسه؟ اه. زعلانة لسه؟ اه. طب شو رأيك؟ ما رح احكي معك. طب شو رأيك؟ هلا ترضي عشان الفيديو اللي بقى لما نروح عند بنات خالته ريهام ونصور معهم حاعطيكي جائزة. متى؟ شو رأيك لما نروح خالته ريهام احنا ومنصور حاعطيكي جائزة؟ طيب راضية؟ طيب اضربي كف. انتي شاطرة، وحصور معك فيديوهات احلى من هدول ومش مقالب. هنبطل مقالب تمام؟ طيب لا تنسوا تعملوا. لسه زعلانة؟ خلاص يلا 1 2 3 بس هيك كان الفيديو. لا تستعملوا لايك وشير وسبسكرايب واضغطوا زر الجرس عشان كل اشي بنزله هي زر الجرس. عشان كل اشي بنزله يوصلكم فورا فورا فورا. وسلام، نحبكم اصدقائي. يلا احكي لهم باي. يلا حط ايدك على الكاميرا. 1 2 3